من النوادر يعني ان الشخص يشارك في اولمبياد مرتين او ثلاث مرات، طبعا شيء نادر، والشخص يكون محظوظ كل امانه اقول لك اياها، يكون محظوظ لما يشارك في اولمبياد العاب اولمبيه مره او مرتين. طبعا 84 وكاولمبياد احنا طبعا مشالتنا وسعتنا الفرحه يعني كمشاركه لنا كممثل قطر في اولمبياد لوس انجلوس، ولاول مره نشارك في اولمبياد، فهذا كان فخر لنا احنا طبعا بكل امانه اقول لك اياها، والله كان فخر لنا. وطبعا لعبت في ال100 متر ناس يعني احنا مو بمستوياتهم بكل امانه، مستوياتنا كانت على مستوى على حدنا خليج، بطولات عربيه اسيويه، ف كان اهم انتاج اللي عملناه كان في ال400 تتابع.